السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله هنكمل النهاردة درس الأشكال الرباعية. زي ما احنا قلنا الأشكال الرباعية خدنا منها متوازي الأضلاع والمربع والمعين والمستطيل، وخدنا منه شبه المنحرف، وعرفنا خواص كل شكل، وعرفنا إن مجموعة زوايا الشكل الرباعي كلها بتبدو 160 درجة وزاجب زاوية ناقصة فيه. تعال نشوف الأسئلة بتاعتنا. أول سؤال بيقول لي أوجد قيمة س في كل من الأشكال الرباعية الآتية: أول شكل جايب لي زاوية 120، زاوية 80، زاوية 50 أو 60، والزاوية الرابعة في س. طبعا احنا قلنا إن الأربع زوايا كلهم ب 360. طيب لو جينا نجمع 120 والتمانين هيطلع 200، 265، 265 ناقصهم كام عشان يبقى 360؟ يبقى المفروض ناتج 95 درجة. يبقى احنا هنقول له س زائد 120 زائد 80 زائد 65 بتساوي 360. لو جمعنا 120 والتمانين والـ65 المفروض هنا 265، طبعا دي خطأ، عاملها 245، هنطرحهم هيطلع الناتج 95 درجة. المسألة اللي بعدها ده 70، 4 زوايا، هات لي زاوية في 70 وزاوية 110 وزاوية 110، عايز الزاوية التالتة. طبعا لو جينا الزاوية الرابعة، احنا قلنا الـ4 زوايا ب 360، تعال نحسب كده مع بعض: 110، 110 زائد 70 زائد س المفروض ب 360. طب 110 زائد 110 220، و70 يبقى 290، يبقى الباقي 360 ناقص 270، 290 هتساوي 70 درجة. طبعا هنا كاتبها خطأ. هنا السؤال اللي بعده بيقول لي س زائد 105 زائد 98 زائد 90 بتساوي، المفروض زائد كلهم مجموعهم بتساوي 360. يبقى أقول له نو، س زائد 105 زائد 98 زائد 90 بتساوي 360. يبقى نقول له س بتساوي 360 ناقص، هنجمع 105 زائد 98 زائد 90. طبعا هنا 245 دي خاطئة، يبقى تساوي 67 درجة كلها. السؤال اللي بعده 55 زائد 95 زائد س زائد 110، برضه المفروض بتساوي 360. هنجمع 55 مع 95، هنحط الخمسة على بقت 100، 150 و110، يبقى 260. يبقى س دي هتساوي 360 ناقص 260 هتساوي 100 درجة. طبعا هنا طبعا 245 دي زي ما احنا قلنا خاطئة، هي المفروض زي ما احنا قلنا 260، يبقى الناتج 100 درجة. السؤال اللي بعده قدامنا مسألة س 60 165. طبعا لو احنا جمعنا 60 و60 120 و105 يبقى 225، هننقص 360 ناقص 225 هتطلع 135. طبعا زي ما احنا قلنا ال 245 دي خطأ. السؤال اللي بعده س وده 75 وده 115 وده 85، هنجمع 75 و85 و115 طبعا مع 75. طبعا لو جينا جمعنا 70 و80 هيطلع لي 150، يبقى دولت 160. 160 و15 يبقى 175، يبقى 275. يبقى اقول له 360 ناقص 275 هتساوي 85 درجة. طبعا دي خاطئة زي ما احنا قلنا. صنف كل من الأشكال الرباعية الآتية. لو احنا جينا نشوف ضد العين هم متساويين وضد العين متساويين والزوايا قوائم، يبقى الشكل ده زي ما احنا قلنا من خواص ميل المستطيل. تعال نشوف كده، هنا الـ4 أضلاع متطابقة والاربع زوايا متطابقة، يبقى في الحالة دي ما ينفعش نقول معين لأن الزوايا هنا قوائم اهي، يبقى في الحالة دي بنقول عليه الشكل المربع. هنا ما قالش زوايا بس قال الضلع ده بيساوي الضلع ده والضلع ده بيساوي الضلع ده او بيطابق الضلع ده، يبقى في الحالة دي بنقول عليه متوازي أضلاع. الشكل دي طبعا اللي احنا قلنا مختلف خالص عنه ومخدش الا خاصية واحدة، وهو طبعا شبه الايه المنحرف، نقول عليه شبه منحرف. طبعا مفيش حاجة من اللي احنا خدناه، ولا مربع ولا معين ولا مستطيل ولا شبه منحرف، بنقول عليه شكل رباعي.
نلاحظ هنا في الشكل اللي عليه الدور هنلاقي الأربع أضلاع متساوية، ما أربعة أضلاع متساوية يا إما مربع يا إما معين. طب يا ترى أختار مربع ولا معين؟ طبعا هنا ما قاليش إن الزاوية قايمة، يبقى في الحالة دي هناخد المعين. لوحة، قول لي صنف كل من الشكلين الرباعيين المجاورين. طبعا الاستراحة دي لو جينا نشوف فضل هنا اهو، بس لو مش قد بعض دي بنقول على شبه منحرف، بنقول على شبه منحرف. لكن الشكل التاني ده ده قد ده، لكن الأربعة مش قد بعض يبقى في الحالة دي بنقول عليه مستطيل، يبقى شبه منحرف ومستطيل. كل القطع الهندسية السبعة لعبة صينية قديمة تساعد على التفكير والتأمل، وتتكون من 7 قطع هندسية تؤلف مجموعها مربعات، ويمكنك تكوين أكثر من 1500 شكل من تلك القطع. طبعا بعدنا جينا نشوف خدنا الشكل ده مربع، الشكل ده مثلث، طبعا ممكن اكون منهم اشكال زي ما انا عايز. تعال نشوف الشكل اللي بعده. كل القطع الهندسية السبعة تعد المثلثات والاشكال الرباعية من المضلعات. المضلع هو شكل بسيط مغلق يتكون من 3 قطع او اكثر، اللي هو زي المثلث او اكثر زي الشكل الرباعي. والمضلع الذي تتطابق جميع اضلاعه وزواياه ايضا يسمى مضلعا منتظم. انظر لو احنا شفنا الى المضلعات المبينة في يمين الصفحة، وصنف المضلعين المشار إليهما بالرقمين 3 و5، ثم استعمل مسطرة ومقالة لتعيين المضلعات المنتظمة. المضلع رقم 3 طبعا مربع، والمضلع رقم 5 هو متوازي أضلاع، والمضلع رقم 3 هو مضلع منتظم. السؤال اللي بعده بيقول لي أوجد قيمة س في كل من الأشكال الرباعية الآتي. طبعا هنا لو احنا جينا نشوف دي 100 درجة و4 من 10، دي 90 و3 من 10، 38 و7 من 10، هنجمعهم كلهم. اللي مبيعرفش يجمع طبعا بنجمع العلامات العشرية مع بعضها، أجمع الـ4 والـ3 مع الـ5، وأجمع الـ190 والـ78، وأرجع أقول له 360 ناقص. أما نيجي نجمع مع بعض كده عشان مبيعرفش يجمع، 4 و3 7 و5 12، 2 معانا الواحد، 1 على 0 بقى 1، 1 و0 و8 يبقى أصبح الناتج 9، وأجمع الـ10 مع الـ9 مع الـ7 يطلع 26، يبقى 360 ناقص 269 تطلع لـ90 وتمانية من عشرة. أوجد قيمة س برضو بنفس الشكل. طبعا دي الشكل ده معين، ممكن أقولها بطريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أقول س زائد 122.8 زائد 122.8 تساوي 360، الناتج اللي هيطلع أقسمه على 2. تعال نشوف أهو، 2 س زائد 122.8 زائد 122.8 بتساوي 360، يبقى 2 س بتساوي 360 ناقص، هنجمع ده أهو مع بعض هيطلع 245.6، الناتج طلع 144.4. هنقسم ال 100 طبعا ده تقعد لـ2 س، طيب يبقى السن الواحدة هقسم على الـ2 يبقى تطلع 57.2. أوجد قيمة س في كل من الأشكال الرباعية الآتي، دي 2 س ودي 2 س ودي 2 س ودي 2 س، المفروض كلهم مجموعهم بـ360. طيب دولت كام س؟ 2 و2 4 و2 6 و2 8، يبقى 8 س بتساوي 360، بقسم 360 على 8. طبعا الإجابة هنا طبعا خاطئة، المفروض 360 على 8 نقسم بالتفصيل. لو احنا جينا نقسم 36 تقسيم 8، ايه اللي يتقسم على 8 بيساوي 36؟ طبعا هنا الإجابة خطأ، لأن احنا لو ضربنا 8 في 90 مش هتطلع 360، لأن 8 في 9 ب72، لكن لما أقسم 360 على 8 المفروض تطلع لي 45، لأن 8 ضرب 45 هتساوي 360. يبقى إذا السين بتساوي 45. طيب هو عايز 2 س، يبقى كل زاوية هنا هنا مقصود بقى، يبقى دي المفروض 2 س، 2 س الواحدة هي اللي بـ90، الـ2 س بتساوي 90 درجة. ترتيب، رتب أحمد مجموعة من الأشكال الرباعية في فئتين وفق قاعدة تصنيف معين. المجموعة الأولى، وهذه المجموعة الأولى قال دي مربع ودي معين
مستطيل لمتوازي لشبه منحرف. ووضع الأشكال التي انطبقت عليها تلك القاعدة في المجموعة ألف، أما الأشكال التي لم تنطبق عليها تلك القاعدة فوضعها في المجموعة باء. ما قاعدة التصنيف اللي استعملها أحمد لترتيب الأشكال الرباعية؟ طبعا لو جينا نشوف هنلاقي جاب المربع والمعين مع بعض. طيب المربع والمعين دي بيشتركوا في حاجة، ايه هي؟ ايه هي الحاجة دي؟ قال لي طبعا مجموعة ألف إن جميع أضلاعهم ايه؟ متساوية. يبقى الشكل ألف إن الأشكال التي جميع أضلاعها ايه؟ متطابقة. بيقول لي صف شيئين مختلفين من واقع الحياة يمثلان أشكال رباعين ثم صنف هذه الأشكال. طبعا لما احنا عندنا في فصل السبورة برضه عبارة عن مستطيل، السجادة بتاع الغرفة بتاعتك بتكون عبارة ممكن تكون مربعة ممكن تكون مستطيل. إذا كان لثلاث زوايا في شكل رباعي القياس نفسه في حد دون استعمال الحاسبات، هل قياس الزاوية الرابعة أكبر من 90 أم أقل من 90 أم يساوي 90؟ وفسر إجابتك في كل من الحالات الآتية. قياس كل واحدة من الزوايا الثلاثة المتطابقة 89. طبعا لو احنا قلنا 89 أهو، لو قسمنا 360 على 4 فهي 90. طيب معنى ذلك لو احنا جينا نشوف أن متوسط قياس كل زاوية 90، يجب أن يكون قياس الزاوية الرابعة أكبر منين؟ من 90. ليه؟ لأن احنا لو قسمنا أصلا على 4 المفروض كل واحدة 90. طب هنا هو قال لي كل واحدة 89، يبقى أقل من 90، يبقى إذا التالتة خدت من كل واحدة واحدة، يبقى إذا أكبر من 90. طيب قياس كل واحدة من الزوايا الثلاثة المتطابقة 90، احنا قلنا طالما 90 يبقى الزاوية الرابعة هتكون ب90، عشان يبقى مجموعهم 360. طيب فإن قياس كل واحدة من الزوايا الثلاثة المتطابقة 91، لو جينا نجمع 91 91 91 يبقى ده 270 273، يبقى طبعا الباقي أقل من 90. حدد إذا كانت كل عبارة من العبارات الآتية صحيحة أحيانا أم دائما أم غير صحيحة. هنقول أحيانا أم دائما أم غير صحيحة. المعين هو مربع، طبعا مش دائما، طبعا لازم تكون ايه؟ احيانا. ليه؟ لان كانت زواياه متطابقه. الشكل الرباعي هو متوازي اضلاع، طبعا مش كل شكل رباعي، طبعا احيانا اذا كان في ضلعين متقابلين متطابقين ومتوازيين. المستطيل هو مربع، طبعا امتى المستطيل يكون مربع؟ طبعا احيانا لو اضلاعه، طبعا لو اضلاعه الاربعه ايه متطابقه. المربع هو مستطيل، طبعا امتى يكون المربع؟ طبعا المربع هو مستطيل بس دائما بس جميع اضلاعه ايه متساويه او على طول. بقول لك قياس زوايا المثلث، طبعا لو احنا كده نشوف بقول لي تحدد ارجع إلى تعريف كل من المضلع والمضلع المنتظم الوارد في السؤال 18، ثم ارسم مضلعين منتظمين يكون أحدهما مثلثا والآخر رباعيا، وقيس زوايا المضلعين المنتظمين اللذين رسمتهما. ما قياس كل من زوايا المثلث المنتظم والشكل الرباعي المنتظم؟ صنف هذين المضلعين باختيار الاسم الأكثر تحديدا. طبعا لو احنا قلنا المثلث، طالما مثلث يبقى كل زاوية في 60 بنقول عليه مثلث متطابق الأضلاع. طبعا لو التاني بقى طالما زوايا المربع الأربعة متساوية بيكون مربع، لأن يكون قياس كل منهم بكام؟ ب90 درجة. بيقول لي اكتب ارسم مخططا يوضح العلاقة بين كل من الأشكال الآتي: المستطيل، متوازي الأضلاع، المربع، المعين شبه المنحرف، الشكل الرباعي، ثم اكتب فقرة مكونة من عدة جمل تشرح فيها المخطط الذي رسمته. طبعا يعد الشكل الرباعي نقطة البداية، لأن جميع الأشكال المذكورة هي أشكال رباعية، وارتبط كل منهما المستطيل والمربع والمعين بمتوازي الأضلاع إذا أن جميع أنواع من متوازيات الأضلاع، ولا أن شبه المنحرف يحتوي على زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية فإنه لا يرتبط بمتوازي. طبعا شبه المنحرف إحنا قلنا له حاجة واحدة، بالتالي لا يرتبط بمتوازي الأضلاع. كنا يكون انتهينا من الدرس، وإن شاء الله
نكمل الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.